هذا يقول نصيحة للناخب والمرشح. والله يعني النصيحة للناخب والمرشح هي تقوى الله تبارك وتعالى. الإنسان يجعل الله بين عينيه سبحانه وتعالى، سواء المرشح الذي يعني أراد أن يكون عضوا في البرلمان عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن هذه أمانة وهي يوم القيامة خزي وندامة. إنسان لا يطلب الإمارة، وهذه فيها شيء من الإمارة حقيقة، يعني حيث أنه يعني له أمر وله رأي وله كذا. الإنسان ما يطلب هذه الأشياء، لكن إن طلبها وهو قوي أمين عليها كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الأرض، فلا بأس بذلك. فعليه أن يتقي الله تبارك ويحذر من الفتنة، لأن الدنيا حلوة خضرة قد يفتن الإنسان بها، وخاصة إذا فتحت له أبواب كانت مغلقة قبل ذلك. فأدعو جميع المرشحين يتقوا الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع. بالنسبة للناخب، أنا طبعا لا يمكنني أبدا أن أقول عطوا فلان لا تعطون فلان، أنتم كلكم كل واحد يعني هو مسؤول عن هذه الأمانة، يعني كل واحد فيكم هو يتقي الله في نفسه ويختار من يراه صالحا يعني في هذا الأمر. وعليك أن تهتم عند انتقائك، أهم شيء أن الرجل هذا يصلي خاف الله سبحانه وتعالى، وأنه نظيف. قضية ملتحي يعني غير ملتحي، هذه قضية وإن كانت يعني مهمة من حيث ظاهر الالتزام وعدم الالتزام، لكن إذا قدر أن واحد ملتحي وذمته ضعيفة أو هو ضعيف مثلا في اتخاذ القرار أو كذا، لا يعطى، يعطى من هو أقوى منه وذمته نظيفة ولو لم يكن ملتحيا. يعني لأن لو قلنا هذا أمين غير ملتحي وهذا ملتحي غير أمين، هذا عاصي وهذا عاصي، هذا عاصي في اللحية وهذا ومطيع في الأمانة، وهذا عاصي في الأمانة ومطيع في اللحية. الأمانة أخطر من اللحية، فالقصد أنه يعطى القوي الأمين، يعني تشوف من هو القوي الأمين الذي يعني يمكنه أن يقوم بهذا الدور ويتقي الله وكذا، أعطى الصوت. أما إنسان ما يصلي أو إنسان ما يخاف الله تبارك وتعالى أو ذمته يعني غير سليمة أو كذا، لا تعطيه صوتك، أنت مسؤول عن هذا الأمر. وأما البعض يسأل في قضية، بعض الناس يقول أنا ما رشح صراحة يعني ولا انتخب، يعني هل آثم أو لا آثم؟ قضية التأثيم صعبة جدا، يعني أن نقول الإنسان يأثم في هذا الأمر، لا ما قلنا يأثم في هذا الأمر، لكن أيضا لا تكن سلبيا، يعني كن إيجابيا بحيث أن يعني تشارك في الانتقاء وانتقي من تراه يعني صالحا، وأمره إلى الله تبارك وتعالى بعد ذلك. يعني ليس بالضرورة أن اختيارك له ليس تزكية تامة 100%، ولكن قد يكون أحيانا يقول هذا أحسن الموجود مثلا. فعلينا نتقي الله تبارك وتعالى في هذه القضية وفي انتقائنا للمرشحين، والله المستعان.